مجمع محاكم الجهراء لمسة من أمير الإنسانية وأحد سمات الدولة الرائدة في العمل القضائي. فها هي وزارة العدل تحتفل رسميا بتدشين العمل في مجمع محاكم الجهراء. القضاة مشغولين في قضاياهم، يجب علينا كوزارة عدل أن نسهل لهم كل الإمكانيات ونسخر لهم بصفتنا سلطة معاونة لهذه السلطة التي هي ميزان الحكم. وبالتالي شعار الميزان يقف على أساس وهو مبدأ الحيدة، وبالتالي القضاء كسلطة محايدة نحن ندعمه بكل ما نستطيع وما أوتينا من قوة. أن العدالة نسعى إلى تحقيقها أيا كان مقرها، فالعدالة هي ضمير وإحساس في نفس رجال القضاء قبل أن تكون مباني وقبل أن تكون إمكانيات. يتربع على مساحة تتجاوز 16,000 متر مربع، حيث الفخامة والرقي والتقنيات العلمية الراقية. المجمع من أكبر المجمعات الحكومية على مستوى المحافظة، تقريبا 16 دور في هذا المحافظة في هذا المبنى. الإدارات بدأت العمل، أشوفهم ما شاء الله بدأوا العمل اليوم ومتواجدين على رأس أعمالهم لخدمة المواطنين. مجمع محاكم الجهراء يخدم أهالي محافظة الجهراء ويسهل عليهم جميع إجراءات التقاضي في وزارة العدل. أبارك للشعب الكويتي كافة ولأهالي محافظة الجهراء افتتاح هذا المبنى اللي يعني يصنف من المباني الذكية السمارت بيلدينج، حيث أنه مجهز بجميع الوسائل المتطورة لخدمة منظومة القضاء. نبارك للصرح القضائي والسلطة القضائية بافتتاح هذا الصرح المعماري وتدشين مبنى مجمع المحاكم في محافظة الجهراء، واللي نأمل أن يقوم بتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة إجراء التقاضي. هيكل حيوي وطراز عمراني فخم، ولأنه بيت القانون والعدل أولاه صاحب السمو رعاية خاصة بإشراف وتنفيذ ومتابعة الديوان الأميري. مبنى قضائي متكامل يخدم محافظة الجهراء ويسهل على سكانها مختلف خدمات التقاضي، من توثيق عقاري أو شرعي أو تنفيذ للأحكام. فهو صرح معماري حديث مصمم على أعلى المستويات المعمارية العالمية.